ليلة القدر هي دليل حب الله لك، انك تحضر ليلة ثوابها بعمرك كله او اكتر من 1000 شهر، دي رسالة من ربنا واضحة ليك ان يبلغك هذه الليلة. على فكرة ربنا سماها ليلة القدر عشانك، قدرها غالي عند ربنا عشان ده اليوم اللي ربنا بيفرح فيه العباد وبيغفر لهم وبيعتق رقابهم. ليها شرف عظيم لان ده اليوم اللي انت هتترحم فيه وهتعتق فيه وهتكرم فيه. الامام الحافظ ابن رجب بيقول الحكمة في نزول الملائكة في هذه الليلة ان الملوك ما بيحبوش حد يدخل بيوتهم او ديارهم او قصورهم حتى تتزين، لحد ما اهلها يفرشوا فيها الثياب ويفرشوا فيها يعني الصور ويجملوها ويزينوها. بيقول فاذا كانت ليلة القدر امر الله الملائكة ان تنزل الارض لان العباد زينوها بانفسهم بالطاعة بصلاتهم بقيامهم بركوعهم بسجودهم. فربنا يقول للملائكة أنتم طعنتم في بني آدم، قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فاكرين؟ فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون. اذهبوا إليهم في هذه الليلة عشان تشوفوهم حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. ربنا بيباهي بعبادتكو الملائكة في ليلة القدر، ربنا بينزلهم عشان انتوا زينتوا الأرض فانتوا جاهزين، ملائكة السماء تنزل عشان تشوفكوا وانتوا مزينين الأرض كلها بعبادتكو وانتوا بتطلعوا الخير اللي جواكوا. هو ده اللي مطلوب منك في ليلة القدر، ونرجو من الله تكون ليلة القدر هي ليلة 27 اللي كل الناس بتتجهز وبتتجمع فيها على طاعة ربنا، كله موجود وكله واقف وكله بيصلي عشان لما ربنا يباهي بينا الملائكة نبقى كلنا موجودين. والله الليلة تستحق الشكر العمر كله، ان ربنا يباهي بينا الملائكة ويدينا ثواب اكتر من عمرنا، مفترض نسجد سجدة حتى يعني لقاء الله. لكن اللي احنا عايزينه عايزين نشكر ربنا في الليلة دي على الاقل، ما تضيعش علينا، ما تضيعش علينا فرصة ان احنا نقدر تقدير ربنا لينا، تبقى العلاقة رايحة جاية، ان اليوم ده انت هتكرم فيه بكل خيرات السماوات والارض، واولها العتق من النيران وده مش اخرها. فرصة تدعي وتقول لربنا اللي في قلبك كمان. الامام ابن رجب بيقول الدعاء في هذه الليلة افضل العبادات، لان هو ده اكتر حاجة بتوصل لعبد بالله، فرصة، فرصة ما تضيعش، وباذن الله نطلع من ليلة القدر مكتوبين عند ربنا في اللوح في مكان تاني، نبقى اتنقلنا في مكاننا في السماء. طب هعمل ايه بالظبط في ليلة القدر؟ هشكر ربنا ازاي؟ هنشكر ربنا بصور مختلفة في ليلة القدر. احنا الاول حاجة ان احنا هنختلي برب العالمين من المغرب للفجر. انا وربي، انا رب مفرغ نفسي عشان اشكرك، هبعد تليفوني عني، هقفل عليا اوضتي وهجرب الخلوة بالله. والأئمة بيقولوا ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة ومناجاة الله، مفيش أحلى من كده في الدنيا. فأنا نفسي هستمتع في اليوم ده، هعمل إيه بقى؟ كل ساعة هبدأها الأول بألف لا إله إلا الله، بشكر ربنا وبقول له يا رب مفيش غيرك. لا إله إلا الله معناها إن مفيش في الكون ولا في قلبي غيرك، إن مفيش نعمة أنا عايش فيها إلا من عندك، إن مفيش كرم أنا شفته إلا منك يا رب العالمين. فلا إله إلا الله، ونيتي كلها شكر لله. والألف دول بالظبط حوالي ربع ساعة، فحبدأ الساعة بيهم، وبعد كده هشكر ربنا في نبيه، 100 صلاة على النبي، إن النبي هو سبب كل خير أنا فيه وهو اللي وصل لي دينك يا رب وهو اللي عرفني عليك. فحشكرك يا رب في نبيك 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد كده حصلي ركعتين بنية الشكر، ركعتين شكر بأكتر صور في القرآن أنا بحبها عشان يبقى قلبي حاضر وأبقى حاسس بيها.